لا تنسى استخدام أهم خاصية بالسناب شات، الفلاتر. الفلاتر بالذات الجزء الخاص منه بالحيوانات، مدري ليش الناس بتحب تتحول لحيوانات فجأة، بتلاقيهم طلعوا لك الكلب، طلعوا لك البس، طلعوا لك الأرنب، بالذات الكلب اللي قاعد مطلع لسانه وعم بيستفرغ قوس قزح. ما بعرف شو الحلو بقوس قزح، قاعد ضلك عم تستفرغ قوس قزح أحسن ما تستفرغ شغلات تانية أكلها بالليل. الناس بهي الأيام عم تحب استخدام الفلاتر كتير. حط على راسك طبق ورد. هتقولي لهم ايه يا فوفا؟ اقول ايه؟ منورانا القمر حبيبة قلبي، احلام يا محلاها يا جمالها يا حلاوتها يا عمري، اديهم خمسة بحبك اهي. الفلاتر هي اكتر شيء بشد العالم للسناب شات، فاذا بدك فولورز لا تنسى تتحول لكلب او ارنب او دبدوب او تستفرق قوس قزح او تحط على راسك طبق ورد.